بعد جولة جديدة من المفاوضات الشاقة بين إيران والدول العظمى سادها تفاؤل منذ انطلاق نسختها الأخيرة في جنيف قبل 5 أيام، تمكن المفاوضون من كلا الطرفين من تجاوز العقبات الرئيسية التي كانت تحول دون إبرام الاتفاق في الجولة الماضية، ومن بينها نشاطات مفاعل أراك ونسبة التخصيب. وفي نهاية المطاف توصل الجانبان إلى اتفاق لقي ترحيبا إيرانيا وفرنسيا وأمريكيا وروسيا وحتى من النظام السوري. في المقابل خليجيا، ردة الفعل الوحيدة لغاية الآن صدرت من الإمارات التي أكدت أن الاتفاق يحفظ استقرار المنطقة. وفي حسابات الربح والخسارة، كثيرون يرجحون أن تكون إيران، وبعد رحلة طويلة من المراوغة في المفاوضات تمكنت تدريجيا من فك حصارها الاقتصادي على الأقل خلال فترة الاتفاق وهي 6 أشهر. وفي الوقت الذي وصف مراقبون الاتفاق بالتقارب الغربي الإيراني الهام ومفتاح كسر عزلة إيران دوليا، يرى آخرون أن الاتفاق لم يبدد كليا مخاوف دول المنطقة وخاصة الخليجية منها من طموحات إيران النووية العسكرية ومحاولاتها استثمار الموقف لإحراز مكاسب سياسية على حساب دول الجوار وتكثيف جهودها للتدخل في شؤون بعض الدول العربية، كما هو الحال في سوريا ولبنان والبحرين واليمن والعراق. اختراق كبير في شأن الملف النووي الإيراني والأزمة المتطاولة للغاية بين الغرب وطهران. اتفاق مرحلي قد يقود إلى وضع حد نهائي لتوتر ساد علاقات الطرفين طوال أكثر من 3 عقود. ورغم الاختلاف في التفسيرات بين إيران والغرب بشأن ما تم التوصل إليه، إلا أن الإيرانيين رحبوا بالاتفاق الذي ينهي داخليا أزمة اقتصادية بالغة عانت منها إيران بعد تجديد العقوبات عليها، كما يؤشر لإمكانية تحسن العلاقات تدريجيا مع الغرب، وهو يفك العزلة المريرة التي عانتها إيران ردحا من الزمن. وفي منظور دول الخليج كما يرى محللون، فإن هذا الاتفاق يدفع شرور امتلاك إيران أسلحة نووية ولو بشكل مؤقت، لكن في المقابل ربما لا تراهن هذه الدول كثيرا على جدية والتزام إيران بإجراء تحولات جذرية في سياساتها الإقليمية، خاصة إذا توفرت لها مظلة من الرضا الدولي، وتنشأ شكوك حول المراوغات الإيرانية المتكررة بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والاستراتيجية الإيرانية المتمثلة في تقديم تنازلات في مقابل الحصول على فوائد، إنما دون تغييرات عميقة تضمن اتجاها جديدا في العلاقات على ضفتي الخليج العربي. الأمريكيون أبدوا خلال تصريحاتهم قدرا من التحفظ، وبدا واضحا أنهم ينتظرون خطوات عملية من قبل طهران. على المستوى الإقليمي سارعت إسرائيل التي لطالما نظرت إلى هذه المفاوضات بعين الريبة وعلى اعتبارها محاولات إيرانية لكسب الوقت ليس إلا، سارعت للقول إن الاتفاق خطأ تاريخي يمثل خطرا على الأمن العالمي كله. على النقيض من ذلك وكما كان متوقعا، أبدى النظام السوري ارتياحا بالغا للاتفاق نظرا للفوائد السياسية التي ستجنيها دمشق جراء تخفيف الضغوط على حليفتها الكبرى في المنطقة. خالد عويس، العربية. لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن السيد ريتشارد ويتس، مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هاتسون الأمريكي. من الرياض الدكتور صالح المانع، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود. من لندن الدكتور علي نوري زادة، مدير مركز الدراسات الإيرانية العربية.
أهلا بكم جميعا. أبدأ مع ضيفي من واشنطن ريتشارد ويتس. لافروف قال أن لا خاسر من هذه الاتفاقية، هل صحيح أن لا خاسر، الجميع خرج رابحا من هذه الاتفاقية التمهيدية؟ أعتقد بوسعنا القول أن كل الأطراف، كل طرف من الأطراف تستفيد بعض المزايا من هذه الاتفاقية. في الولايات المتحدة والقوى الغربية كسبت وضعا لن تكون فيه إيران قادرة على أو لن تقوم فيه إيران بإنتاج أي مادة نووية دون موافقة، كما أن هذا هناك آلية في هذه الاتفاقية ما زال جارية الآن. روسيا والصين سعيدة لعدم وجود أي مواجهة حربية يمكن أن تعطل علاقاتهما مع إيران. أطراف أخرى تعتقد أن هناك الصين وكوريا الجنوبية وغيرها تريد أن تحصل على مزيد من المواد النووية، وتركيا أيضا هذا له مدلولات عليهم. وهناك مكتسبات أخرى وهو تخفيف العقوبات وما له من تبعات اقتصادية على إيران. هذه مزايا للجميع، إلا أن هناك تكاليف أيضا يتحملها البعض، وهناك بعض الأسئلة الصعبة التي تم تأجيلها. إلى أي حد يمكن مراقبة النشاطات النووية الإيرانية التي لم تغطيها هذه الاتفاقيات، وإلى أي حد يمكن أن تواصل إيران تخصيب المزيد من اليورانيوم المنخفض التخصيب أو المعدلات، وكذلك كثير من الأمور الأخرى التي يمكن أن تكون مزعجة. حتى الآن أعتقد أن الجميع كان مستفيدا من هذا الاتفاق، لكنه اتفاق مؤقت. ماذا يعني اتفاق مؤقت؟ لأن هذا الاتفاق لمدة 6 أشهر، هل يعني أن العالم سيراقب نشاطات إيران خلال 6 أشهر؟ وإن كانت إيران تسير بالاتجاه الصحيح قد يأتي هذا باتفاق نهائي، أم أن الاتفاق 6 أشهر المفروض أن نبدأ بعده، طالما أنه أطلق عليه أنه اتفاق تمهيدي سنبدأ بعده باتفاقيات أخرى ربما تحد أكثر من قوى إيران النووية؟ هذا سؤال جيد. أنت محقة في الإشارة أن كثير من الشروط في الاتفاقية الراهنة قد يكون لها وجود في الاتفاقية النهائية، وستكون إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم بمعدلات منخفضة، وسيكون المراقبة أكثر كثافة على النشاطات النووية الإيرانية. وبالتالي كما قلت فإن العالم سيراقب إيران وسيرى مدى التزامها ووفائها بهذه الاتفاقية ووجود الشفافية أيضا، والإيرانيين سيحاولون أن يروا إذا كان الكونغرس الأمريكي سيفرض أي عقوبات جديدة في حال انتهاك الاتفاقية. بعد 6 أشهر سيكون لدينا اتفاقية ستشمل كل العناصر والمواد الموجودة في هذا الاتفاق الراهن، بما فيها مواد أخرى لابد من التطرق إليها. سأعود إليك سيد ريتشارد، أنتقل إلى ضيفي من لندن دكتور علي نوري زادة. ما الذي يمكن أن تكون إيران قد كسبته من هذه الاتفاقية؟ هل كان صريحا وواضحا وصادقا النظام الإيراني وبالتحديد المفاوض الإيراني وسيد روحاني عندما قال بأنه إيران حصلت على اعتراف بحقها بالتخصيب؟ يعني إذا قرأنا هذه الاتفاقية نرى بأنه كان أصدق من كيري عندما قال لم يكن هناك أي بند يتعلق بحق إيران في التخصيب. الموافقة على التخصيب بنسبة 5% يعني اعتراف بحق إيران بالتخصيب. سيدتي منتهى، تحياتي إليك وإلى الضيوف الكرام ومشاهدين الأعزاء. أولا فيما يتعلق بمكاسب هذا الاتفاق كما تفزل به ريتشارد، فإنني أعتقد بأن جميعنا قد ربحنا، جميعنا نجحنا في إبعاد معركة إيران من جانبها، والدول 5+1 أيضا تمكنوا من إبعاد شبه الحرب، وتمكنوا من منع إسرائيل من توريط المنطقة في حرب
دموية أخرى، هذا أهم شيء. أما فيما يتعلق باعتراف دولي بحق إيران للتخسيب، هذا الاعتراف تحصيل حاصل فور توقيع إيران على MPT، هذا معناه باستطاعة إيران تخسيب اليورانيوم تحت مستوى 5% لما فعل النووي. فالسيد جواد زريف كان سبق أن قال ذلك، وقال لا نريد اعترافا بل هذا اعتراف تحصيل حاصل. ومنذ البداية لم يعارض أمريكا وأي بلد آخر تخسيب اليورانيوم بمستوى 5% و3.5 إلى 5%، بل إيران هي التي تجاوزت هذا الحد، إيران هي التي نكثت وعودها، إيران هي التي حاولت إخفاء برنامجها النووي الثري. ولكن هم الآن يدركون بأن الشارع الإيراني لم يعد يتحمس لموضوع القنابل الذرية أو لموضوع مشروع إيران النووي. الشارع الإيراني يريد تحسين وضع الاقتصادي. المواطن الإيراني صار تعبان لما يسمع بأن هناك 160 مليار دولار تم إنفاق هذا المبلغ الكبير من أجل مفاعل في فوردو ومنشآت في فوردو، مفاعل في بوشير ومنشآت في نتنز. هكذا الجانب الإيراني أدرك رسالة الشارع، أدرك رسالة الشعب، كان خائفا من نغمة شعبية متصاعدة بين الفقراء. وقلت في برنامجكم السابقة بأن مفاوض الإيراني ذهب إلى جنيف من أجل الحصول على اتفاق بأي ثمن. قدمت إيران تنازلات كبيرة طب كيف جدا. كيف يمكن أن يقنع المواطن الإيراني بأنه كل هذه الخسائر على مفاعلات نووية منتشرة في أنحاء مختلفة من إيران، وكل هذه الخسارات المادية لا تتحمل المواطن الإيراني مسؤولية جزء كبير منها بالتضييق عليه اقتصاديا والعقوبات الدولية وهذه الممارسات ضد إيران، أن تنتهي بنهاية المطاف بمثل هذا الاتفاق الذي أثنى عليه خامنئي وأحس روحاني بأنه إنجاز بالنسبة للإيرانيين؟ ما الذي كانت تفعله إيران طوال السنوات الفائتة؟ أين كانت، يعني كيف يمكن أن تفسر أو تبرر للمواطن الإيراني لماذا صرفت كل هذه المبالغ على مفاعلات لن تستخدمها؟ سيدتي، مع الأسف هذه هي قيمة التي ندفعها بسبب قبولنا بأن رجال الدين هم أوفياء بعهدهم وهم لم يعني اعتبرناهم من الملائك. فبدلا من أن نختار قيادة وطنية في إيران اختر الملالي، وهذا ما ندفعه لأنهم دائما كذابين، كذبوا على الشعب الإيراني في كل شيء. واليوم لما قرأت الصحف الإيرانية خاصة صحف ولي الفقيه كأننا حققنا انتصارا أكبر من معركة خيبر. هم يعني يصورون للشارع الإيراني هزمنا أمريكا، هزمنا إسرائيل، حصلنا على جميع حقوقنا ولم نقدم تنازلا قيد أنملة، هكذا يقولون للشعب. ولكن الشارع الإيراني شارع ويعرف جيدا. اليوم سمعت من الناس الذي كانوا يؤيدون النظام بأنهم يعرفون هذه خسارة كبيرة للنظام، فسوف يدفع نظام ثمنا لهذا المغامرة النووية ولهذا يعني هذا الحلول كانت أمام إيران قبل 4 سنوات، قبل 8 سنوات صحيح. في ألماتي قبل سنة أردوا على إيران نفس الشيء ورفضت إيران. اليوم وضع الاقتصادي سيء، اقتصاد على وشك انهيار، فهم مرغمين. آية الله خامنئي تجرأ كأس السم ولكن لم تكن عنده شجاعة الخميني ليقول للناس أنا أتجرأ كأس السم، وراح في غرفته وتجرأ كأس السم عبر الهاتف إلى جواد زريف. نعم دكتور صالح المانع، هناك من يعتقد بأن هذه الاتفاقية بين إيران والدول الغربية ليست اتفاقية بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط وبين عن ما يمكن أن يحصل فيها. هل تعتقد أن هذه الاتفاقية يمكن أن تغير شيء في الشرق الأوسط؟ هل سيتغير الشرق الأوسط من خلالها؟ أسعد الله مساءكم بالخيرات والضيوف والمستمعين والمشاهدين الكريم.
الحقيقة أنا يجب أن نفصل بين الاتفاقية النووية التي أبرمت ليلة البارحة وبين ما يسمى بالصفقة الكبرى بالنسبة للمشرق العربي وبالنسبة للشرق الأوسط. أعتقد أنه الإيرانيين يعني دفعوا تنازلوا بتنازلات ضخمة جدا مثل ما تفضل فيه ضيفنا من لندن، وأعتقد أيضا أنه ما كنا نتوقع أن يقدموا مثل هذه التنازلات. يعني كان الحديث في الأسبوع الماضي أنه إيران ستحصل على حوالي 40 مليار دولار من هذه من مبالغ تعويض عن من المبالغ التي المجمدة في الخارج، لديها حوالي 100 مليار دولار مجمدة في الخارج، ما لم تحصل إلا فقط على 7 مليار دولار من هذه المبالغ، وهذا مبلغ بسيط جدا الحقيقة حصلت عليه إيران. الوضع الاقتصادي مثل ما تفضل زميلنا قبل قليل في إيران صعب جدا. الأسبوع الماضي شركة الغاز الوطنية الإيرانية أعلنت إفلاسها. أيضا كان هناك مظاهرات في أصفهان في محطة مصانع البتروكيماويات في أصفهان، لأنه كان حقيقة هناك محاولات لتخفيض الإنتاج وهي مصانع مملوكة للحكومة الإيرانية. كل هذا يعني أن الوضع الاقتصادي في إيران صعب، ولكن التنازلات التي قدموها المفاوض الإيراني في جنيف هي حقا تنازلات قوية جدا، وترينا أن الوضع الاقتصادي الإيراني فعلا سيء وأن الإدارة الإيرانية يعني تدرك هذا السوء. طيب كيف تنازلات كبيرة جدا مع أنه إيران أخذت اعتراف الآن بحقها في التخصيب وبقيت منشآتها النووية على ما هي عليه، لن تمس ولن يتم الحديث عن تفكيك هذه المنشآت، إنما هو وعد. وأشار السيد ريتشارد ويتس قبل قليل ضيفي من واشنطن إلى صعوبة والتكاليف المادية لمراقبة النشاط النووي الإيراني فيما هو قادم من أيام. كيف نقول بأنها تنازلت؟ ولكن أيضا تنازل نعم لا وأوقفت حوالي نصف محطات الطرد المركزي في نطانز، ثلاثة أرباعها في المفاعل الآخر الحقيقة. ويعني أيضا نجد إنه فعلا فيها تنازلات. صحيح أنها يعني حصلت على اعتراف ضمني بحقها في التخصيب، لكن الحقيقة أيضا أن هناك تنازلات كبيرة جدا. لا زال الهيكل العقوبات المفروضة على إيران قائم. هناك هيئة تابعة لمجلس الأمن تعمل مع إيران لتنفيذ هذا الاتفاق يعني حرفيا. هناك أيضا زيادة في عمل وكالة الطاقة النووية الدولية لمراقبة المفاعلات الإيرانية. هناك أيضا يعني التخلص من أي مواد مشعة فوق مستوى 5% من اليورانيوم، وهذا يعني الحقيقة يعني جعل استرجاع أو إيقاف عجلة البناء النووي الإيراني. أنا أعتقد هذا الإيقاف مهم جدا، وتقدمت إيران تنازلات كبيرة جدا. الشيء الوحيد الذي عن التخلص من الذي خسرته هو تفضل الشيء الوحيد الذي خسرته الحقيقة هو موضوع الاعتراف بالتخصيب. وأنا أعتقد أنه الكاسب الأكبر في هذه العملية ليست إيران وليست الحكومة الأمريكية، ولكن اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة الأمريكية هو الكاسب الأكبر في هذه العملية، لأنه دفع منذ فترة طويلة جدا من الزمن إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية وتفادي أي حرب بين إيران وبين ماذا لم نحكي عنه من البداية يا دكتور صالح، بأنه كانت هذه الخطوات والاتفاقيات وحتى العروض من الغرب مقدمة لإيران منذ فترة طويلة، ما كان في داعي لكل هذه الخسائر ولكل هذه العقوبات، ونتحدث عن مئات المليارات من الدولارات. وهون يمكن بيجي السؤال يا دكتور، بأنه هذا التنازل الإيراني إذا ما سميناه تنازل، هل هو فقط بسبب الوضع الاقتصادي السيء، أم أنه إيران ربما ستحصل على مكاسب سياسية باتجاهات أخرى مقابل هذا التنازل؟ يعني هل فقط حكموا الوضع الاقتصادي الإيراني؟
أنا أعتقد أن الوضع الاقتصادي والضغوط الشديدة جدا على إيران، هناك ضغوط شديدة جدا من قبل الكونغرس الأمريكي، هناك تهديد على أنه فرض عقوبات جديدة على إيران خلال شهر من الآن، كل هذا يعني أنه إيران كانت تعاني وتئن من وطأة العقوبات، وبالتالي فهي قبلت هذه التنازلات على أمل أن تحصل على صفقة أفضل في المستقبل، وربما لن تحصل على مثل هذه الصفقة بعد 6 أشهر من الآن. طيب، والحديث عن صفقة أكبر بالمستقبل، أعود لسيد ريتشارد ويتس ضيفي من واشنطن، ودعني أتوقف معك مع ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعقيبا على هذا الاتفاق، عندما قال بأنه هذا الاتفاق يتيح مساحة للمفاوضات خلال الأشهر 6 القادمة. هنا يأتي سؤالي، يعني على ماذا سيتم التفاوض خلال الأشهر 6 القادمة؟ هل هو واضح أم أننا سننتظر يعني الوفود عندما تحدد مواعيد المفاوضات القادمة لنعرف ما هو الجدول أو ما هي أجندة العمل خلال 6 أشهر التي سيتم تم منحها لإيران في هذه الاتفاقية؟ قد أننا نعرف بعض هذه النقاط الآن، فمثلا هناك مسألة إذا كانت إيران ستحرم من حق إنتاج اليورانيوم ب20% أو أعلى، هل هو حرمان دائم أو هو مؤقت؟ وإلى أي حد يمكن أن تخصب اليورانيوم؟ هل هو 4%؟ وإلى أيضا وجود عدد المفاعلات النووية وحددوها ب20 موقعا، هذه مسائل كلها مطروحة. ماذا عن التفتيش؟ التفتيش من الوكالة الدولية، الوكالة الدولية يمكن أن تراقب كل يوم وتفتش كل يوم، والحكومة الإيرانية أعلنت عن مواقع للوكالة الدولية مثل ناتانز وغيره. ماذا عن ربما إذا كان هناك مواقع لا نعرف عنها؟ ماذا إذا كانت إيران توقع بروتوكول إضافي مع الوكالة ويفضي بأن المفتشين يستطيعون دخول المواقع ليس فقط المعلنة للوكالة بل المواقع التي تعتقد الوكالة أن فيها نشاطات نووية حتى وإن لم يكن معلن عنها؟ بعض هذه العناصر، بعض هذه المواد، والإيرانيين أيضا همهم هو العقوبات الكثيرة المفروضة على إيران، من الصعب أن تسحب مرة واحدة، وبالتالي سيجلسون ليقرروا ما هي العقوبات التي سترفع أولا وإلى ومدى ديمومتها، وما هي التعويضات التي ستعطى ربما للخسائر بالدخل الإيراني وغيرها من الأمور. أعتقد أن هذه الأمور التي سيكون لها دور، وهناك موضوع آخر وهو سوريا والعراق وأفغانستان وأمن الخليج وما إلى ذلك. هناك كثير من القضايا التي يمكن أن تطرح، لكن ما زلت أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى اتفاق مشابه جدا لهذه الاتفاقية المبدئية، أن توافق إيران أن تحد بعض النشاطات النووية الخطيرة وتجعلها أكثر شفافية، ويلغي الغرب كثير من عقوباته. طب باعتقادك يعني لماذا إذا كانت الأمور ستسير وفق هذه الخطى، والبعض ربما يرى بأنها مثالية وفقا للأيديولوجية الإيرانية التي ترى بأن التخصيب هو حق استراتيجي وحق قومي لإيران، الحصول على هذه المكاسب للغرب، لماذا تزعج إسرائيل؟ يعني لماذا إسرائيل لا ترى أن هذه الاتفاقية ممكن أن تكون نافذة، ممكن أن تكون خطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني؟ لماذا ما زالت متخوفة من الملف النووي الإيراني؟ إن إسرائيل تود أن ترى إيران لا تقوم بأي عمليات تخصيب على الإطلاق وأن تترك النشاط النووي كليا، في حين أن إدارة أوباما وكثير من الحكومات الغربية تعتقد أن هذا غير واقعي، فإيران تخصب اليورانيوم على مدى سنوات حتى الآن، فأفضل ما يمكن أن نأمله وأن نحد هذا التخصيب ونجعل العملية أكثر شفافية.
سأعود إليكم ضيوف الكرام، ربما نتحدث أكثر عن الملفات التي تحدث عنها سيد ريتشارد ويتس قبل قليل، أنه يجب أن يكون هناك حديث عن سوريا والعراق وأفغانستان ومنطقة الخليج. سنذهب إلى فاصل قصير، نواصل بعده نقاشنا. أهلا بكم معنا من جديد، وقبل مواصلة النقاش نتابع في هذا التقرير مسيرة النشاطات النووية الإيرانية منذ بدايتها ولغاية التوصل للاتفاق في جنيف. وعودا لضيوفي، مباشرة لك دكتور علي نوري زادة، إذا ما تابعنا أيضا تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، هو قال أيضا فيما يشبه ما قاله الغرب بأن هذا الاتفاق هو خطوة أولى. قد نفهم ماذا يعني بالنسبة للغرب أن يكون الاتفاق خطوة أولى، لكن لإيران ماذا سيكون؟ خطوة أولى نحو ماذا؟ سيدتي دعني أولا أن أوضح شيء بسيط حول أسباب رفض إسرائيل لهذا الاتفاقية. طبعا. إسرائيل الآن تخضع لضغوط كبيرة من قبل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولإبداء تفاهم تجاه مطالب الجانب الفلسطيني، وأبو مازن نجح في وضع إسرائيل في كورنر، في مأزق، فلذلك الحل الوحيد لخروج إسرائيل من هذا المأزق هو قيام حرب جديد في المنطقة، مواجهات بين إيران وإسرائيل، حزب الله، وهناك يمين الإسرائيلي مثل ليبرمان ونتنياهو يعتبرون الحل الاتفاق الإيراني أسوأ من قيام حرب سوف يقتل فيه أبناء إسرائيل وإيران والمنطقة. وهكذا إسرائيل تعارض ليس بسبب مخاوفها من إيران، إسرائيل تعرف كل صغير وكبير في مشروع إيران النووي، وسبق أن قتل أوامل إسرائيل بعض علماء إيران، فإسرائيل تعرف كل شيء. هذا بالنسبة لإسرائيل. ما زالت إسرائيل بعد هذا الاتفاق تتحدث عن أنه في ظل هذا الاتفاق إيران قادرة في خلال 6 إلى 7 أسابيع أن تقوم بصنع قنبلة نووية، هل هذا الكلام منطقي؟ أبدا. أنا أعتقد لقد تمكن المجتمع الدولي من وضع إيران في موقع مشلول. بمعنى آخر، لا أقول أن ولي الفقيه تخلى عن فكرة قنبلة ذرية شيئية ولايتية، لا أبدا، بس قد اضطروا إلى وضع المشروع في ثلاجة، مشروع مجمد حتى إشعار آخر، ولا أعتقد بأن الوضع المالي والاقتصادي قد يسمح بأن يعود إيران إلى برنامجها العسكرية السرية لمدة 1 سنة 2 أو 3 سنوات، وخلال تلك الفترة سوف نشهد تطورات مهمة في المنطقة وفي إيران. أما السيد محمد جواد ظريف وغيره، فهؤلاء يريدون إثبات صدقيتهم لما قالوا للشعب الإيراني سنعود ومعنا اتفاق لرفع العقوبات. ولكن لو أخذنا بعين الاعتبار ما تم الاتفاق حوله في جنيف، نرى كما أشار الزميل، فإن إيران عندها 100 مليار دولار ودائع بالعملة الصعبة. وأنا قلت في برنامجك قبل أسبوعين بأن إيران تريد سحب 40 مليار دولار، أمريكا وافقت على 5 مليارات. ما حصل خلال اليومين الماضيين أو 3 أيام الماضية إن أمريكا رفعت سقف
ما يمكن سحبه إلى 7 مليارات دولار، مليوني دولار إضافي لما سبق أن أرض على إيران. فإيران سوف تغلق منشآت أراك، كل ما يدور في فوردو سوف يكون خاضعا لمراقبة يومية ومتشددة. يعني ليست هناك مكاسب لإيران إلا العودة إلى الشعب الإيراني والقول بأننا نجحنا في إبعاد خطر الحرب، إبعاد عقوبات جديدة علينا، وإن شاء الله سنرى انفراجا في الوضع الاقتصادي. أيه. هذا كل ما حصلت عليه. يعني عندما يقول وزير الخارجية الإيراني بأنه الاتفاق نتيجة مهمة لكنه ليس إلا خطوة أولى، هو يقصد من الناحية الاقتصادية الإيرانية خطوة أولى، معلش خلينا نتحمل 7 مليار الآن ولكننا سنحصل على 40 مليار وربما لاحقا 100 مليار المحتجزة. نعم. وأيضا الجانب الإيراني يتوقع، خاصة بعد اجتماعات جانبية بين بندي شيرمان وعباس عراقشي، الجانب الإيراني يتوقع قيام محادثات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الإقليمية، خاصة وقد رأينا أن وزير خارجية إيران اجتمع بالأخضر إبراهيمي مساعد وزير خارجية إيران، وهناك محادثات بشأن سوريا، محادثات جانبية. هذا هو تصور إيران، ولكن لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمكافأة إيران لأنه متورطة في قتل الشعب السوري أو متورطة في البحرين أو متورطة في العراق ولبنان. لا أعتقد بأن المجتمع الدولي مستعد لمكافأة إيران بسبب جرائم النظام أو ارتباطات النظام بأنزلة. هي ليست مكافأة يا دكتور علي، يعني هكذا هي المصالح، بمعنى أن إيران هي مستعدة أن تتخلى عن التخصيب بنسبة أكثر من 5 أو 4%، تتخلص من مخزونها المخصب إلى 20%، توقف العمل بالمفاعلات النووية الإيرانية، في مقابل ماذا؟ هل هو فقط المليارات أم أننا يمكن أن نتحدث بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة عن قبول بوضع إقليمي أصلا مرفوض وموتر لم يكن جزءا من الحوار في الملف النووي الإيراني لكنه قد يكون جزء من المفاوضات لاحقا، ما الذي يمنع ذلك؟ سيدتي، النظام الإيراني لن يتحول بين ليلة وضحاها إلى حليف عزيز للولايات المتحدة الأمريكية. كما أشرت، كل ما كانت هناك نوع من العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي والآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما دفع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ثمن ذلك. الآن نعرف جيدا بأن إيران غدا وبعد غد سوف نرى مزيدا من التشدد داخليا، مزيدا من الإعدامات، وعلى الصعيد الإقليمي سوف نرى تدخلا صافرا لإيران في شؤون دول المنطقة. هذا ليس معناه الولايات المتحدة تنتظر تغييرا في السلوك الإيراني، وليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية خسارة جميع أصدقائها في المنطقة من أجل أمام ولي الفقيه. يعني هذا لا يحصل في السياسة، وخاصة مصالح الغرب ليست قائمة على إيجاد علاقة مع نظام إيديولوجي متطرف راديكالي يريد إخزاء المنطقة لهيمنته. دكتور صالح المانع، محمد جواد ظريف قال أنه ممكن موضوع الثقة يتغير ما بين الشعب الإيراني وما بين العالم الغربي بعد هذه الاتفاقية، ويبدو أنهم بيصيروا بهذا الاتجاه، أو هذا كان واحد من الأهداف. لكن اسمح لي أسألك عن ما ذكره الدكتور علي نوري زادة قبل قليل وهو مهم جدا، قال أن المشروع النووي الإيراني الحصول على قنبلة نووية شيعية في المنطقة لم ينتهي، إنما جمد حتى إشعار آخر. ألا تعتقد بأن هذه المسألة، مسألة التجميد، أيضا ممكن أن تكون مسألة خطيرة؟ هي ليست إيقاف، ليست إنهاء، إنما تجميد للمشروع القنبلة النووية، مع بقاء يعني الآلات والمفاعلات على حالها دون تفكيك. هو لا شك انه الحكومه الايرانيه حكومه ايديولوجيه، مثل ما تفضل زميلي الدكتور علي زاده من لندن،
البرنامج يعني لديها هي حكومة إيديولوجية لديها برنامج سياسي وبرنامج مذهبي تريد أن تهيمن على المنطقة بكل الطرق الممكنة، وربما أحدى هذه الطرق الممكنة هو الحصول على قنبلة نووية، لكن هذا لن يحدث لأنه المنطقة تقف ضد هذا البرنامج، تقف ضد هذه الطموحات. أيضا الحلفاء سواء في الغرب أو في الشرق الحقيقة يقفون ضد أن تكون إيران دولة مهيمنة على المنطقة. يعني وفي الماضي وجدنا كيف أن صدام حسين، ومع أنه لم يكن إيديولوجيا مثل الحكومة الإيرانية الحالية، ولكن برنامجه فشل في أن يصبح دولة مهيمنة في المنطقة. أنا أعتقد أيضا البرنامج أو البرنامج الإيراني في الهيمنة على المنطقة لن ينجح، والتخوفات التي نسمعها بين فينة وأخرى بوجود صفقة كبرى بين الغرب والولايات المتحدة يعني تخوفات لا أساس لها من الصحة. إذا كانت إيران اعتقد التنازلات أيضا ستكون من الجانب الإيراني، لأنه يعني اليوم في الصحف الإيرانية في الوقت الذي كانت إيران تعلن الصحف الإيرانية تعلن عن اتفاق بين طهران والغرب في جنيف، كانت أيضا بعض الصحف الإيرانية تشن حملة على بعض الدول الخليجية، وهذا يعني الحقيقة أنه إيران لازم البرنامج الإيديولوجي الإيراني، يعني إحنا نتخوف من إيديولوجية إيران وتوسعها الإيديولوجي في المنطقة بقدر ما نتخوف من برنامج النووي. إذا كان الغرب يريد أن يوقف هذا البرنامج النووي في هذا مصلحتنا الحقيقة، ولكن أيضا نحن أمامنا مشكلة أخرى وهي مشكلة الطموحات الإيرانية في المنطقة ومحاولات الهيمنة. وأعتقد أن هذه محاولات الهيمنة هي التي تعزز وحدة دول المنطقة ضد هذه المحاولات، وحتى في الدول القريبة جدا من إيران مثل العراق مثلا، الآن نجد أن هناك فيه رفض لمحاولات الهيمنة الإيرانية على العراق، ونفس الحال في لبنان كذلك. فإن محاولات الهيمنة الإيرانية تكلف الشيء الكثير للإيرانيين أنفسهم، للحكومة الإيرانية. فالشعب الإيراني الحقيقة بدأ يتساءل لماذا تصرف هذه الأموال الضخمة على تسليح سوريا، الحكومة السورية ضد شعبها، ونصرة حكومة ظالمة مثل سوريا ضد الشعب السوري. هذا ليس في صالح الشعب الإيراني أيضا. الشعب الإيراني أيضا يريد أن يكون لديه تنمية اقتصادية جيدة، يريد أن يحتفظ بأمواله من أجل بناء الاقتصاد وازدهار ورفاهية المواطن الإيراني، وليس بذل المزيد من الأموال في سبيل الهيمنة على المنطقة. ولذلك تخوفنا من صفقة كبرى مع الولايات المتحدة بين إيران والولايات المتحدة على الأقل في الوقت الحاضر ليس لها أساس من الصحة. سيد ريتشارد ويتس، إلى أي مدى تتفق مع ما قاله الدكتور صالح المانع؟ لأن الحقيقة عند متابعتنا للمحللين وال يعني السياسيين في المنطقة نشعر بأنه موجود هذا التخوف، أنه هذه الصفقة مع إيران ستشمل أشياء أخرى غير الملف النووي الإيراني. يقولون أنه ربما أن تكون غض طرف للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض التوسعات الإيرانية في المنطقة في مقابل التخلص من الملف النووي الإيراني، لأنه الأكثر تهديدا. في أطراف أخرى في المنطقة ترى بأنه هذه التدخلات الإيرانية هي أكثر خطورة من الملف النووي الإيراني فيها. ربما هذا منظور مختلف بين واشنطن وبعض الحلفاء في المنطقة. الوزير كيري هذا الصباح على بعض الشاشات قال أن هذا تحسن، سئل إذا كان هذا تحسن في العلاقات الإيرانية الأمريكية على حساب علاقات أخرى، كانت إجابته كلا، لأن هذا لحل المشكلة النووية. وقلق المنطقة وحصول مشابه لمسألة حصول سوريا للسلاح الكيماوي، وبالتالي ربما لا يكون هنالك اهتمام بنشاطات إيران في العراق وأفغانستان وسوريا وما إلى ذلك. هل هذا يعني أن دول المنطقة خاصة بالخليج أكثر عرضة للهيمنة الإيرانية؟ إلا أن الرد الأمريكي كان بحل الموضوع النووي سيقلل التوتر وسيستغرق جهدا أقل للحد من قوة إيران السياسية والعسكرية. اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، هل تم الاتفاق
في هذه المفاوضات على كيفية وآلية وطريقة التخلص منه؟ اتفقت إيران مبدئيا على جعل هذه المادة في صيغة لا تستخدم في صناعة السلاح، أي بتسييلها وبتخفيفها لتصبح 4 أو 5%، وربما بوضعها وإدخالها في الوقود وإدخالها في مادة للوقود لتجنب تصنيع السلاح منها. أعتقد أن مسألة 20% تم حلها، على الرغم من أنها قد تكون مضللة بعض الشيء، وتبدو أن هناك اختلاف كبير بين 20 و4%، إلا أن أصعب جزء في الموضوع هو إيصالها إلى 4%. وإذا كانت دولة قادرة على إنتاج 4%، فإنها تستطيع أن تنتج درجات أعلى وأعلى، وبالتالي التخلص من 20% ليس بالتضحية الكبيرة لإيران، لأنه يستخدم بالوقود وليسوا محتاجين له لتصنيع السلاح النووي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراقبتها، هل ستكون حثيثة في الفترة القادمة؟ يعني هل ستستمر طويلا أم أنها فقط ستكون في فترة اختبار في 6 أشهر القادمة؟ إن إيران أبلت حسنا في سماحها للتفتيش وفتح كثير من المواقع المعلن عنها، لكن ما يخشاه البعض أن إيران لديها مواقع لا نعرف عنها أو لم نعرف عن، كما لم نعرف عن قم قبل سنوات عندما اكتشفته الوكالة الدولية، ولم نكن نعرف عن نتانز، وكان بفضل المعارضة الإيرانية التي أطلعتنا عنه. كيف وإن كان هناك مواقع أخرى لا نعرف عنها؟ هذه هي المسألة التي تحاول أن تفعلها الوكالة، ليس زيارة المواقع المعلن عنها، بل التجول في كل أنحاء إيران لتعرف إذا كان هناك مواقع غير معلن عنها. وبالنسبة لإيران هذا ينظر له على أنه وسيلة للتجسس، ليس فقط على المواقع النووية بل والبرنامج النووي، بل على السلاح التقليدي الإيراني. وبالتالي هذه مسألة لابد من التوصل لاتفاق عليها، وهناك توسيع للتفتيش وكيف سيتعاملون بذلك. يمكن 20 ثانية دكتور علي نوري زاده، هل سنشهد كبادرة حسن نية من إيران التوقيع على البروتوكول الإضافي؟ نعم بالتأكيد، هذا البند الأخير وبند الذي سيتم النقاش حوله لاهقا، ولكن أود أن أقول فيما يتعلق بكميات الهائلة. ما ضل عندي وقت يا دكتور علي نوري زاده، أردت أنا أن أنهي فقط بهذه الجملة. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا دكتور صالح المانع، شكرا جزيلا لك سيد ريتشارد ويت، شكرا جزيلا لك. نهاية بانوراما، إلى اللقاء.